بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا سميع يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني التحضيرات البريباراتيف بور لا بريير، هذيك حاجة مش ما حد قاعد يتمتع كيف نرى. قبل ما ندخل في العبادة الكبرى أي الصلاة، وهي أعز صلة بالله بعد الشهادتين، يعني ما فماش غيرنا قاعد يتمتع. ما المنافقين ما يتمتعوش، بل يهبط عليهم سخط رب العالمين. فما الكافرين محرومين تماما، يراوا ويسمعوا لكن صم بكم فهم لا يعقلون. انت ماشي. ان ناشئة الليل ان تقوم بكل واجباتك اللي تحضرك لكي تكون الصلاة مقبولة من طرف الرب والسيد الذي لا منازع له ولا ند له، وهو الفرد الصمد. ان ناشئة الليل، اين نحن من ناشئة الليل؟ وشوفوا وقت تراو الدورة اليومية ليلا نهارا يونيك تمام، شوفوا وقتاش تكون النفس طيبة لتؤدي الصلاة على أجمل صورة تؤدى فيها الصلاة. ولا نار ضوضاء حركات عيون ما تبص لك لقصد الفتك بك او توريطك او الهائك، وهل مجرد بينما في الليل فما خلوة حقيقة، فمكان السماوات العلى والأراضين اللي مهدها ربي سبحانه وتعالى تكون سبب باش أنت تأخذ من أحوالها ما يزيدك تعمقا في صلاتك أمام المولى سبحانه وتعالى الذي سخر لك كل هذا. فهل أنت منتبه إلى هذا التسخير حتى تنال حين تركز على المخلوقات أي الآيات البينات في الكون، حين تركز عليها كما كان الرسول عليه السلام خاصة في غار حراء؟ أنت هنا قليل مثل قليل مثل الكونتمبليشن حقيقي، الميديتيشن حقيقية اللي توزع على كل الناس، لا، فما الناس اللي راغبين فيها ويتمتعوا بها حقيقة لا وهما، هم الأقل قلة في مقدمتهم إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن سار على دربه خاصة الرعيل الأول في مقدمتهم الخلفاء الراشدون عليهم أفضل رضوان من الرب الذي ارتضاهم ليكونوا خير الأعوان لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.